مثلا على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عايز أعرف أنتوا إيه رأيكم بخصوص الحوار الوطني؟ قانون المحليات إمتى هيخرج بنور وشكله هيبقى عامل إزاي؟ وهل هيلبي رغبات وطموحات الشباب فعلا في مصر ولا لأ؟ رؤية حزب إرادة جيل في تطوير منظومة التعليم ومنظومة الصحة هيكون في تعاقدات مع عيادات، مع مراكز طبية، مع مستشفيات، بتكون من خلال إجراءات دقيقة جدا. أقدر إن الشباب ليه أهمية وليه دور، وبالذات في العمل الحزبي. حزب بلا شباب حزب بلا مستقبل. تشجيع الصناعة المصرية وان احنا نقلل من فجوه الاستيراد وقدر المستطاع، لكن لن نستغنى عن الاستيراد الكامل. احنا عايزين يعني نعرف بس دور الحزب في محاربه المنصات اللي زي دي ونشر الوعي والثقافه للشعب.